السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات الفراشة. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنساوش ديروا لي جيم على الفيديو، خليوا لي تعليقات واشتركوا في القناة، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس. اذا كما راكم تشوفوا نشرب قهوة تاعي في الطبيعة ونديكم معايا نحضروا طبق خفيف خفيف بزاف وصحي. يلا معايا. اذا كما راكم تشوفوا ماشي غير التركه اللي عندها الشحبورات اللي ما يخافش من النار، كاين الفراشه ما تخافش من النار ابدا. ها تشوفوا، اذا كما تشوفوا نحيت الشرف من الجنان، درت الزيت تسخن في المقلاة ودرت الشرف مباشره في المقلاة بلا ما نغليها، يعني باه نحتفظوا على كامل هذه الفوائد اللي راهم موجوده في الشرف. نقليوها مليح، عندي كمية مليحة تاع الشوك، نخليها مليح مليح حتى تجبر كامل. بعد ذلك عندي ثوم خضرة نحيتها بها بالأوراق تاعها، راني قطعتها قطع صغيرة. ما تنساوش راني في الطبيعة، يعني ما كاش تاويل، عندنا غير معن تاع النار فقط. نقليو هذيك الثوم مليح مع السلق، شوفوا السلق طلقت الماء تاعها بلا ما نديرو لها الماء، نخليوها حتى وين تنشف من الماء ديالها. بعد ما طابت السلق نكسرو عليها حبيبات بيض بمساعدة تاع الابنة تاعي، راهي تساعد فيا طلعت الجبل بالسيف ما بغاش تروح. كيما تشوفو ها نكسر عليها غير حبيبات بيض ونخلطهم غير شوي، نخليهم كيما راهم يطيبو ونحي السلق تاعنا. عينيك طبق سلق خفيف وصحي طاب، راح نحيه. وعندي حبيبات باذنجان وحبيبات ترشيحة نحيتهم من الجنان. الله الله فيهم واحد البنة روعة ما شاء الله. نقليهم شوية ما ياخذوا ليش وقت، وانا كملت الفطور تاعي الغداء تاعي طبعا. عينيكم حطيته في طبق التقديم. قدمت معهم سلطه تاع الحجله، يعني هذه سلطه هي حشيشه وشويه كرموس ساره شتويه. وبصحتنا وبصحتكم. بعد كادت قس كس قهوه، الله الله عدلت راسي قهوه طيبتها على الفحم، جات بزاف بنينه مع فيها ريحه الحطب. وراهي يعني درت لكم ديكور في الطبسي، ماشي شاحي ماشي خير من الشاف بوراك الفراشات ديالي. وفي الاخير نخليكم مع هذا الصور تاع نبته تاع الدوم، هذه يخدموا بها الكنسه التقليديه، وهذا يعني استثمار للدوم. يعني طبيعه تاعنا ما شاء الله فيها كل شيء، يعني خيرات ربي. هذا ثمار الدوم يصنعوا بها بزاف اشياء هذه النبته، وينباعوا عند العشاب تلقاوهم. اتمنى في وحدكم، ما تنساوش ديروا لي جيم وخلي لي تعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.